السلام عليكم، نرحب بكم تاني في مساق الأوبتيمال كنترول. اليوم حنتكلم عن تشابتر 6 اللي هو من كتاب بيرل اللي هو الكتاب الثاني. تشابتر 6 بتكلم عن الـ H2 كنترول، وحنبدأ بعض التعريفات البسيطة. بعض التعريفات البسيطة حنبدأ بالـ LQR، الـ Selection of the Cost Function and best condition is based on the following two criteria. عادة they should accurately reflect the designer concept of good performance. يعني بدنا نطلع على كيف نجيب أفضل أداء في التصميم. The computation of the optimal control should be tractable. يعني بنقدر نحسبه فهم. That is, an optimal control can be found with a reasonable amount of effort. يعني نقدر نحسبه ببساطة أو بطرق سلسة. The second criteria is satisfied by a quadratic cost function and infinity norm cost function. Additionally, these cost functions have sufficient flexibility that a good match between the cost function and the specification can be typically achieved. طيب. أول طريقة في الأوبتمايزيشن بنستخدمها اللي هي طريقة الـ variation. The real scalar function of the scalar j of x has a local minimum at x star. الـ x if and only if هذه لما يكون عندي الـ cost function اللي هي j of x star plus delta اللي هي الـ variation أكبر أو بتساوي j x star. و j x star اللي هي احنا بنتكلم عنها الـ optimal control cost function. For all delta x sufficiently small, that is the magnitude of delta x is less than some positive number اللي احنا بنتكلم عنه sigma. An equivalent statement is that لو انا بدي اطلع عليها يعني equivalent في من ناحية linear بقول delta of j star delta x يعني دلتا اوف جي اوف اكس ستار ودلتا اكس اللي هي احنا هذا التغير اللي عندي بدي يساوي ايش اللي هي الكوس فانكشن ات جي اكس ستار بلس دلتا ماينس الجي فانكشن اللي هي الكوس فانكشن ات اكس ستار، وهذه بدها تكون طبعا اكبر او بتساوي زيرو يعني بوزيتيف اللي عندي. For all delta sufficiently small. طبعا هم نتكلم عن delta تبقى صغيرة لأن نتكلم في الapproximation كله حوالي small ball موجودة هناك. The term delta is called the increment of j اللي هي التغير في j أو الزيادة في j. Expanding هذا term in Taylor series around the point x star, the optimality condition can be written as زي ما انتم شايفين هنا في equation 6 0.2 عندي اللي هي derivative لـ g of x with respect لـ x في الدلتا x اللي هي التغير plus the second derivative with respect لـ x في الدلتا x squared plus طبعا نظرنا ماشيين higher order term الموجودة عندي. example خلينا نشوف احنا example من هان الاكزامبل بنقول 6.1 consider the following function. ايش الكوست فانكشن عندي؟ الx squared plus 6x plus 8. The increment of j اللي انا بدي اغير وين ما بدي اشوف x بدي احط x plus delta x. فهذا الترم الاولاني يعني لما نطلع زي لما بقول لكم وين ما بدي اشوف x بدي احط دلتا x وين ما بدي اشوف الترم الموجود عندي هان شايفين هذا الاكس سكوير والاكس اللي هان 6x هذا بدي اعوض بدالها باكس بلس دلتا اكس وهان هاي سكويرد هان 6x بلس دلتا اكس اللي عندي حطيت بدالها ناقص الان هاي اللي هاي ناقص الكوست فانكشن اللي عندي لما في الاوريجن اللي هي ات اكس زي ما هي هان. الآن هذا بدي أجي أعمل expansion لهان. إيش هذا بدي تعطيني x squared plus delta x squared plus 2x delta x. الآن هذا بدي تعطيني 6x plus 6 delta x. هاي ناقص زائد 8 ناقص minus x squared minus اللي عندي اللي هي 6x minus 8. هذه حتى
الماينس 8 مع البوزيتيف 8 حتطير، الناقص 6x حتطير مع البوزيتيف 6x، والناقص x سكويرد مع الx سكويرد بدها تطير. ايش بضل عندي؟ بضل عندي الترم الموجود هنا. الترم الموجود عندنا ايش اللي هي 2x بلس 6 في دلتا x، هذه اذا بنطلع عليها، زائد اللي هي دلتا x سكويرد. هذه لو بدي اياها انا اطلع عليها واقول هذه اللي عندنا بدي يكون عندي solution، او بدي اوصل للاوبتيمال، بدي اعمل هذه الفانكشن تساوي as small as possible. الان as small as possible هذه ممكن اصفرها اعملها بتساوي 0، يعني 2x plus 6 بدي يساوي 0، او x بدها 2x بدي يساوي minus 6، او الاكس بدها تساوي ماينس 3. بضل عندي الترم الموجود الوحيد اللي هو دلتا اكس سكويرد، وهذه احنا قلنا سمول، فهذه بتعطيني the smallest increment الموجوده عندها. فلما بدي اعملها بدي اعمل زي ما هيك، بتطلع عندنا الاكس بتساوي ماينس 3، عند اكس بتساوي ماينس 3 بحصل على الاوبتيمال سوليوشن الموجود عندها. طيب هذا كانت عندنا في الكوست فانكشن بدون اي كونسترينز. عندي لو عندي كونسترينز اللي هي مثلا كونسترينز سي اوف اكس بدي يساوي 0، احنا زي ما تعلمنا سابقا تعلمنا حاجه بنسميها اللاجرانج مالتبلاير. اللاجرانج مالتبلاير بنزود هذا على الكوست فانكشن، بنضيف لها دلتا، او هنا في الكتاب هذا مستخدم البي، وبضربها بالسي لانه هذا السي عندي بتساوي 0، فانا ما ضفتش حاجه على الكوست فانكشن الموجوده، وبشتغل الشغل اللي اشتغلته قبل شويه. equation 6.3 specify the service in the space of x necessary condition for optimality of j at a point x star r that x star satisfies 6.3 and that the directional relative of j at x star equals 0 in all direction along the surface. The second condition is satisfied if the gradient of j is normal to the surface at x. يعني عادة the gradient تكون normal على ال j على ال surface at x star، معناته هذا بيعمل لي satisfaction للcondition. The gradient of j is normal to the surface at all points including s x star. Therefore, the second condition is satisfied if the gradient of j is parallel to the gradient of cx at x star or equivalent. بنطلع عليها الدلتا of j of x star with respect على الدلتا of x plus b الدلتا of c at x star على الدلتا of x بدي يساوي 0 اللي عندي. فبنيجي بنعرف الـ new cost function أو الـ augmented cost function اللي عندي in term of x of b two variable، هذا تساوي الـ j of x plus الـ b في الـ c of x. الآن نيجي نطبق الكلام اللي تكلمنا عنه في الـ example. هاي إجزاء الـ cost function عندي x squared plus y squared، وهاي c بدها تساوي 2x plus y plus 4 بدي يساوي 0. الآن الـ augmented cost function is صارت عندي بدي أخذ هذه هاي الـ j اللي عندي زائد الـ b وأضربها في الـ constraints الموجود عندي هان. الآن زي ما عملت سابقاً إيش بدي أعمل هان؟ بدي أعمل أعوض بدل x في x plus delta x، الـ y بـ y plus delta y، الـ b بـ plus delta b، وأشوف إيش بطلع عندي أضربهم. فلما بدي اعوض هاي عندي للترم الاولاني هاي x بلس دلتا x وربعته، هاي ال y بلس دلتا y وربعته، هاي ال b بلس دلتا b وضربتها في البقية القوس اللي هان مع التعديل ان عوضت بدل x والy زي ما عملت سابقا، ناقص طرحت منها الكوست الاصلية الموجودة عندي الاجمنتد هان. فهذا ايش حتعطيني؟ حتعطيني هاي 2x بلس 2b في الدلتا x بلس 2y بلس b في الدلتا y بلس 2x بلس y بلس 4 في الدلتا b في الدلتا x سكويرد بلس دلتا y سكويرد بلس اللي عندي الترم. عشان نوصل لحل
بدي اصفر كل شيء في القواس هذه عشان تعطيني يعني خلينا نقول السمولست اماونت. طبعا الدلتا اكس والدلتا واي والدلتا بي هذول بيكونوا زيرو، يبقى الايش اللي بده يصير زيرو اللي جوا الاقواس اللي عندي، يعني 2x بلس 2b بده يساوي زيرو، 2y بلس b بده يساوي زيرو، 2x بلس y بلس 4 بده يساوي زيرو. ولو هذه حطيتها على شكل ماتريكس، ايش الماتريكس اللي عندي؟ الماتريكس بده يكون عندي هنا x وy وb، هنا بدي اضرب هنا الترم الاولاني 2 0 2، الترم الثاني عندي 0 2 1، الترم الثالث 2 1 2 1 0، وهذه بدها مضروبه في الاكس زي ما حكينا، والواي والبي بدها تساوي 0 0 4. الان باخذ الماتريكس، صارت عندي الشكل عندي هنا عباره عن A في بيج اكس بدي يساوي ايش؟ خلينا نقولها A. الآن لأجيب البيج X اللي هي تتمثل في الX والY والB بدي أضرب في الانفيرس تبعت A الموجودة هان. لا أضرب في الانفيرس تبعت A، أضربها في الكونستانت الموجود هان بتعطيني X بدها تساوي 1.-1.6، الY بدها تساوي 0.8، والB بدها تساوي 1.6. بناخذ بريك هنا وبنقول لك روح على التمارين اللي في التكست بوك وحل لي تمرين 6.2 قبل ما نرجع تاني على المسألة هذه ونتابع.